الناس اللي كيسولونا على لي زونتي بغويا ولي فاسوكور اللي عندنا. عندنا من هذا اللي فيه 80 سنتيم حتى هذا الصغير هذا. جميع انواع لي زونتي بغويا ولي فاسوكور راه موجودين عندنا الاخوان. هذا الشيء راه غير شي بركه اللي قدرنا اننا نحطوها. يعني عندنا جميع انواع واشكال لي فاسوكور متواجدين عندنا في المحل. كاين عندنا هذا الكاري هذا بالنسبه للناس ديال الجي اس، الناس ديال الترايل كيبغيو هاد لي فار هادو كيجيو في لي كراش بار. هادو الاخوان راه واتر بروف كما كتشوف معايا. ندوزين لهم هاد الجوان هذا من الداخل ومن برا، ما كاين لا ما لا والو. والجهد ديالهم راه مجهدين ديال بصح، بالنسبه للجهد راه مجهدين. نحاولوا اننا نتيسيو بعض لي فار. انت شوف معايا الضو ديالهم راه مجهد ديال بصح الاخوان، كيجيونا كاريين بحال هكا كما كتشوف، شي حاجه مليحه. الناس اللي بغاو لي فار يكونوا كاريين. بالنسبه للثمن ديال هادو راه كيديروا 300 درهم بجوج بهم، جوج ب 300 درهم. عندنا موكا الكبيره وكاينه موكا الصغيره. هاد الموكا الصغيره الثمن ديالها 50 درهم، راه معروفه ماشي في غادي تلقاها. الثمن ديالها 1000 ريال، فيها ثلاثه ديال لي مود، فيها الضو كيشعل بالبيض وكيشعل بالصفر كما كتشوف معايا، كتشعل بالصفر بحال هكا، وكاين فيها حتى البيض. بغيتي تشعل بالبيض بغيتي تشعل بالصفر تجيك ناضيه. بالنسبه للماطر الصغار وحتى الماطر الكبار، يعني اللي ما عندوش مشكل بغى يدير بحال هكا الديزاين هذا راه ما كاينش مشكل. الثمن ديالها راه 1000 ريال الواحد. الرخال الاخوان اتمنى راكم عارفين ثمن الشينوا في المغرب. وكاين عندنا حتى هاد موكا الكبيره كتجينا على هذا الشكل طهنا. كتشعل بحال هكا بالبيض وكتشعل حتى بالصفر، وكتشعل الا بغيتي تشعل بالصفر والبيض كما كتشوف معايا كتشعل بهذا اللون هذا بحال هكا. بالنسبه للثمن ديال هذا الاخوان ها هو، هذا راه من لا مارك ليو اش جي المعروفه كما كتشوف. الثمن ديالو كيبقى ب 100 درهم. نحاولوا ما نساوش الثمنات. عندنا كذلك هذا الناس اللي بغاو الضو يكون عريض في الموتور، لكن عندنا هذا الموديل هذا. بالنسبه لهذا راه كيشعل هذا، كيشعل بالبيض وكيشعل حتى بالالوان، كيشعل بحال هكا بالزرق طفي تشعل يعطيك الاحمر يعطيك الموف يعطيك بحال هكا اللوان مخلطين، يعني فيه ثلاثه ديال لي مود. وعادي الا بغيتي تشعل بالبيض ديريكت راه كيشعل بالبيض ديريكت، شي حاجه مجهده راه مجهده الاخوان. بالنسبه للثمن ديالو 90 درهم. عندنا هذا كيجي بهاد السيكوره بحال هكا، الناس اللي بغاو فار يكون بحال هكا رقيق راه كاين عندنا هذا الموديل. عندنا فيهم ربع ثلاثه ديال الموديلات، كاين هذا وكاين هذا وكاين هذا، هذا الرقيوق كاين هذا وكاين حتى هذا، هذا المهم. بالنسبه للضو كيسيو غير هذا الصغير هذا، حتى هما راه فيهم الضو مزيان. بالنسبه للناس اللي بغاو يزيد فار سكور الضو ديالو راه مزيان. بالنسبه للاثمنه هذا 30 درهم، هذا 50 درهم، هذا 50 درهم. عندنا كذلك هذا بحال ديال الجي اس، بحال هذا الموديل ديال الفيشا ديال ليو اش جي، ولكن هو كاليتي شويه ناقصه، ماشي شي حاجه اللي مزيانه، ولكن حتى هو المهم باش تعمر به الموتور ولا ديرو غير يشعل الضو صافي، يعني يبين العرض ديال الموتور. فيه ترفريفه بحال هكا، فيه الضو سامبل. بالنسبه للانستالاسيون ديالو راه كيجينا كيجي كيركب تا هو في السيكا، ولا دير ليه سيبور الا بغيتي دير ليه سيبور. الثمن ديالهم كيديروا 180 درهم بجوج، يعني بحال كيتقام لك 90 درهم الواحد. كاين عندنا هاد العاديين هادو، هادو معروفين غنيين عن التعريف، فيه جوج 4-6 ديال البولات. كيشعل بحال هكا
6 ديال البولات هادو كيمشيو بجوج الثمن ديالهم 50 درهم جوج ب 50 درهم كاين عندنا هذا كاري كيجي حتى هو بحال هكا بالنسبه للضو ديالو راه كيجي بحال هكا باللوان اولا فيه البيض ديريكت الا بغيتي تشعل بالبيض ديريكت راه كيشعل بالبيض ديريكت فيه بحال هكا كيشعل على برا وعادي الا بغيتي تشعل الداخل كيشعل الداخل حتى هو بوحدو كيشعل الداخل وبرا البيض من الداخل واللوان على برا بالنسبه للثمن ديال هذا كيديروا 70 درهم الواحد 70 درهم الواحد حتى هو كيجيب السيبارا ديالو كاين عندنا كذلك هاد الصغيورين كيشعلوا بالبيض ديريكت هادو صغيورين كيجيو على هذا الشكل فيكساسيون ديالهم كيجي بحال هكا حتى هما فيهم جوج ربعه سته ديال البولات الثمن ديالهم 40 درهم جوج جوج من هادو ب 40 درهم وعندنا من لا مارك سيت شي حاجه مزيانه عندنا هادو هادو راه مجاهدين الاخوان معروفين هادو كيديروا الناس ديال الماطر الكبار بزاف راه معروفين شي حاجه مزيانه فيهم الضو مجد كيمشي بحال هكا بلا كيشعلوا بحال هكا فيهم الصفر كطفي كتشعل كيشعل البيض كطفي كتشعل كيشعل البيض مع الصفر كتعاود طفي كتشعل كيبدا يرفرف البيض مع الصفر يعني في اربعه ديال لي مود صفر بيض صفر مع البيض وفيه بحال هكا الترفريفه ما بين البيض والصفر بالنسبه للثمن ديالهم 220 درهم بجوج 220 درهم بجوج مع السيبورات ديالهم كذلك عاد ندوزو للمسطرات اللهم بارك عندنا هذه 24 سنتيم بالنسبه للضو ديالو راه مجهد الاخوان شي حاجه مجهده ديالها بصح شوف معايا الضو اللهم بارك الضو ديالو ديال بصح شي حاجه مجهده كاين عندنا هذا كما قلنا فيه 24 سنتيم ترى ما بقيتش كنشوفو ولا انا الثمن ديالو 220 درهم عندنا كذلك 32 سنتيم الثمن ديالو 300 درهم عندنا 45 سنتيم الثمن ديالو 350 درهم هادو بالنسبه للناس ديال الطوموبيلات الناس اللي كيصيدوا الناس اللي كيديروا العروبيات كدير شي طريق ما فيهاش الضوء بالنسبه للناس ديال الطوموبيلات شوف معايا هذا فيه 45 سنتيم الثمن ديالو 350 درهم عندنا 52 سنتيم شوف معايا 52 سنتيم الثمن ديالو 400 درهم عندنا 55 الثمن ديالو 400 درهم عندنا 65 الثمن ديالو 500 درهم شوف الناس اللي كيديروا الصيد الناس اللي كيحتاجوا الضو يكون مجهد عندنا هذا 550 درهم فيه 70 سنتيم وعندنا هذا 800 درهم فيه 80 سنتيم اللي هو اطول واحد ضو الاخوان راه اللهم بارك الناس ديال الطوموبيلات الناس اللي كيحتاجوا هادو راه موجودين شوف معايا الضو ديالو راه مضوي على المحل كامل اللهم بارك شي حاجه ناضيه هذا غير باتري صغير الثمن ديالو كما قلنا 600 درهم بالنسبه للناس ديال الماطر عاوتاني نرجعوا للماطر عندنا هذا الموديل هذا كيجينا بحال هكا كاري وفيه الالوان كيشعل بالالوان كيشعل بغيتي بحال هكا كطفي كتشعل كيشعل بهذا اللون بحال هكا كطفي كتشعل كيشعل بحال هكا فيه بزاف ديال لي مود فيه الترفريفات هو فيه شي سبعه ديال لي مود وعاد فيه عاوتاني بحال هكا وفيه البيض سامبل كما كتشوف معايا الا بغيتي تشعل بالبيض
بغيتي تشعل حتى بالبيض والالوان راه كيشعل بالبيض والالوان، كتشعل البيض وتعاود تشعل الالوان بحال هكا. بالنسبه للثمن ديال هادو بجوج كيديروا 400 درهم بالرولي ديالهم بكلشي 400 درهم. كاين عندنا حبوبه الجماهير اللي هي فيشاي معروفه غنيه عن التعريف. فيشاي الاخوان كيجينا بحال هكا، فيشاي راه قديم اللهم بارك سنوات وحنا خدامين به. كيشعل بالصفر وكيشعل بالبيض، بغيتي تشعل حتى الصفر والبيض راه كيشعل الصفر والبيض. فيشاي راه غنيه على التعريف، شي حاجه مزيانه واتر بروف مليح، حتى الضو ديالو مزيان، وتا هاد الصفر هذا الناس اللي كيبغيو الكلاسيك راه مزيان. الثمن ديالهم 500 درهم بجوج ديهم بالسيفورات ديالهم كلشي. عندنا كذلك هاد الموديل الناس اللي بغاو لي فار يكونوا مربعين، عندنا هاد الموديل هذا كتشرى كثير الاخوان، ها صبروا معنا وصافي. عندنا كاين كما كتشوف معايا كيشعل بالصفر، هذا فيه حتى الفرفارات اللور، فيه الفرفارات معاك كتشعل الضو كيخدمو، فيه كذلك الابيض تا هو راه الضو ديالو مجهد، فيه ثلاثة البولات. هادو كيديرو 350 درهم لجوج، جوج 350 درهم يعني باكية فيها جوج. عندنا كذلك من هاد لامارك ميس هاد الموديل هذا، الناس اللي بغاو لي فار يجيو يكون فيهم كود فار، هذا فيه فار كود. كيشعل بحال هكا أولا بحال هكا، ملي كتشعل الفاركود راه كيشعلو بجوج، لي هو هذا كيشعل الفوق والتحت، التحت راه كيشعل بوحدو والفوق كيشعل بوحدو. بالنسبة للثمن ديال هادو كيديرو 350 درهم لجوج، جوج ب 350 درهم. إذا الإخوان هادشي اللي كاين، اللي خصو شي حاجة سكرينيها يصيفطها لنا واتساب نكملو معاك، بغيتي نصورو ليك ما عندناش مشكل، سكريني الموديل اللي عجبك حيت هادشي اللهم بارك راه كثير ومازالين كاين لي موديل أخرين. اللي خصو شي حاجة راه النمرة غادي تلقاوها في الديسكريبشن، والثمن راه أحسن ثمن اللي هو ثمن الشينوا في المغرب.